الموقع يحبه هو شخصيا كلاعب يساري. مراد المالكي يرفع كرة والهدف الأول بالفعل. إذن الهدف الأول معين الشعباني هذا الذي دخل منذ دقائق قليلة خل منذ 3 دقائق فقط. إذن ماركوس دو سانتوس. إذن ضربة مخالفة كانت عرضية من مراد المالكي وصعود من ماركوس دو سانتوس يتمكن من تحقيق الهدف الأول في هذا اللقاء لفائدة الترجي الرياضي التونسي. وفرحة جماهير الترجي الرياضي التونسي بهذا الهدف. الكرات الثابتة هي سلاح كبير. هاي الإعادة. إذن الهدف الأول إعادة من زاوية أخرى. وطبعا رغم المحاصرة ماركوس دو سانتوس يتمكن من ملامسة الرأس قوية صعبة على الحارس علي بومنيجي. وفرحة مقعد احتياطي الترجي.